طب يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب تدريباته خلال معسكره بالعين السخنة على ملعب وادي دجلة واستاد السويس الجديد. وتوجه منتخب مصر الأولمبي أمس إلى العين السخنة للدخول في معسكر مغلق حتى يوم 3 نوفمبر المقبل في إطار المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ولا تنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل. من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب أن القائمة النهائية سيتم حسمها في اليوم الأخير الذي حدده الكاف لإرسال القوائم، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حدد المعايير اللي هيكون فيها اختيار على أساسها سواء كانت طبية أو مرونة تكتيكية، لافتا إلى أن جميع من في المعسكر على قلب رجل واحد سواء في القائمة أو خارجها، مشيدا بالروح اللي بيتمتع بها اللاعبون. وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون وأيضا منتخب مالي، بينما أوقعت القرعة المنتخب النيجيري على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا. وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة طبعا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 واللي هيتأهل منها مباشرة اللي بيفوز بأول 3 مراكز. أنا شخصيا مش هفرح بتأهلنا إلى أولمبياد طوكيو 2020 إلا لو كنا حاصدين البطولة دي، السعادة الحقيقة اللي ممكن أحس بيها، مش بس إن احنا نتأهل كنا مركز تاني أو كنا مركز ثالث، بل حصولنا على البطولة من على أرضنا ومن خلالها التأهل إلى الأولمبياد في طوكيو 2020، ده اللي فعلا ممكن يخليني عند الرضا الكافي بحصدنا لهذا اللقب والتأهل اللي فعلا هنكون حاسين بطعمه الحقيقي من سعادة وفرحة. عندنا الإمكانيات أعتقد متوفرة، عندنا كمان مجموعة مبشرة جدا، عندنا جهاز فني محترم وعنده خبرات مع هذه المرحلة السنية، عندنا عامل الأرض إن شاء الله يتم استغلاله بأفضل شكل ممكن، لأن عامل الأرض ممكن يكون سلاح ذو حدين في بعض الأحيان من الضغوط اللي بتكون بتقع على اللاعبين، ولكن اللاعبين اللي عندنا في صفوف منتخبنا الأولمبي عندهم من الخبرات الدولية اللي تخليهم يتعاملوا بشكل جيد جدا مع فكرة الجمهور وتواجدهم والدعم اللي إن شاء الله يحصلوا عليه من خلال تواجد الجماهير على استاد القاهرة الدولي اللي هيكون بيحتضن جميع مباريات منتخبنا في دور المجموعات. بإذن الله نتأهل من مجموعة هي صعبة، ولكن الانطلاقة بإذن الله أمام منتخب مالي يوم 8 نوفمبر تطمننا ونقدر نحصل من خلالها 3 نقاط يطمنونا عن مشوار منتخبنا الأولمبي في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة. بإذن الله موفقين في الفترة اللي جاية وفي كل المعسكرات اللي هيكون بيخوضها منتخبنا الأولمبي.